بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 111. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن المتلفات، وتحدثتم في الحلقة الماضية عن قوله: وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمنه، ثم قال: كالكلب العقور. نعم، تتمة لي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. تتمة لي ما سبق الكلام عنه في ربط الدابة بطريق الناس، أو وضع أي شيء من العراقيل في طرقات الناس التي يتضررون بها، كالحفر والأخشاب والصخور والحديد والمياه التي تنساب من البيوت، أو الأشياء التي تزلق الأقدام فيحصل من ذلك ضرر على المارة، فإن واضع هذه الأشياء يضمن ما ترتب عليها، لأن ما حصل من غير المأذون فهو مضمون، وهو غير مأذون له في الإساءة إلى طرقات المسلمين. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 10 من الإيمان. فجعل إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان ومن الإحسان إلى الناس، ودل على أن وضع الأذى في الطريق أنه من شعب النفاق ومن شعب الكفر، لأنه إذا كان إزالتها من شعب الإيمان فإن وضعها من ضد الإيمان، وهو النفاق والكفر. وهذا يجب أن يتفطن له الناس، فإن بعض الناس يستغل الطرقات لحوائجه الخاصة ولا ينظر إلى تضرر الناس، تضييق الطريق عليهم أو تعريضهم للتلف أو للأذى، تتلف أموالهم أو أنفسهم أو أن تتضرر أبدانهم أو أموالهم، ولا يحسب لذلك حسابا، وهو عند الله ظالم ومتعدي، فيجب التنبه لمثل هذه الأمور. كذلك لو حفر حفرة بالوعة لبيته، لو حفر بالوعة لبيته في بناء في فنائه ولم يضع عليها مانعا يمنع من السقوط فيها، فإنه يضمن ما تلف بهذه الحفرة. فالواجب على المسلم أن يكف أذاه عن طرقات المسلمين، وأن لا يستغل طرقات المسلمين لمصالحه الخاصة ويهدر أضرار المسلمين ولا يعبأ بها. كذلك مما يضمن بالتعدي الكلب العقور، إذا كان عند إنسان كلب عقور يعني يعض الناس، العقور هو الذي يعقر أي يعض الناس ويعتدي عليهم. الكلب العقور جاء أنه من 5 الفواسق التي يجب قتلها في الحل والحرم دفعا لأذاها، فلا يجوز للإنسان أن يقتني كلبا عقورا، لكن لو اقتناه فاعتدى على الناس خارج بيته فإنه يضمن. أما إذا اعتدى على الناس في داخل بيته فهذا إن كان أذن بالدخول فإنه يضمن، وإن كان لم يأذن بالدخول فإنه لا يضمن، لأن الداخل بغير إذن يكون معتديا، فلا يضمن لو عضه الكلب العقور. نعم، أحسن الله إليكم.
قال كالكلب العقوري لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. نعم، فإنه يضمن إذا عقر الناس خارج المنزل، لأن الواجب عليه أن يكفه عن الناس، فإذا أطلقه فإنه يضمن ما حصل. فتلخص من هذا أنه يضمن في حالتين، الحالة الأولى يعني صاحب الكلب العقور يضمن في حالتين، الأولى إذا عقر من دخل منزله بإذنه، فإن دخله بغير إذنه وعقره الكلب فلا شيء عليه لأن الداخل معتدي. الثانية إذا عقر أحدا خارج بيته، لأن صاحب الكلب متعد باقتنائه وبإطلاقه على الناس. نعم. قال وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار. ونحب أن ننبه كما سبق أنه لا يجوز اقتناء الكلاب، لا العقور ولا غير العقور، لا يجوز اقتناء الكلاب إلا في الأحوال التي استثناها الشارع، وهي ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتخذ الكلب لحراسة الماشية، الحالة الثانية أن يتخذه لحراسة المزرعة، الحالة الثالثة أن يتخذه للصيد. في هذه الأحوال يباح اقتناء الكلب، لكن لا يكون عقورا يعقر الناس. وما عدا هذا فلا يجوز اقتناء الكلاب، لا العقور ولا غيره، قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار. نعم، ما أتلفت البهائم من الزروع ليلا فإنه يضمنه صاحب البهائم. نعم، لأن على أصحاب البهائم حفظها بالليل. أما ما أتلفت في النهار فإنه لا ضمان على صاحبها، لأن أهل المزارع يضمنون مزارعهم، يحفظون مزارعهم بالنهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك، أي على أن أهل المواشي يحفظونها بالليل، وعلى أهل المزارع والأموال حفظها بالنهار، فما أفسدت في الليل فهو مضمون على أصحابها لأنه لم يؤذن لهم بإطلاقها، وما أفسدت في النهار فإنه لا ضمان عليهم لأنه مأذون لهم بإرسالها من أجل الرعي وطلب الماء، وعلى أصحاب الأموال من مزارع وغيرها عليهم حفظها في النهار، فإذا فرطوا فلا ضمان عليهم، إلا إذا كانت هذه الدواب تحت يد صاحبها أو تحت يد الراعي، إذا كانت يد صاحبها عليها وأطلقها وأكلت أموال الناس أو أتلفتها فإنه يضمن ولو كان هذا بالنهار، لأن يده عليها، وإذا كانت يده عليها فيجب عليه أن يمنعها من أن تتلف أموال الناس. وقد حصلت هذه الواقعة في عهد داود وسليمان عليهما السلام، كما ذكر الله ذلك في القرآن، فقال جل وعلا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. فملخص ما حصل أن غنما لقوم نفشت في زرع قوم آخرين بالليل، والنفش هو الرعي بالليل، فأكلته، فتحاكموا إلى داود عليه السلام فحكم بالضمان، حكم على أهل المواشي بالضمان لأن عليهم حفظها ليلا، حكم عليهم بالضمان، ورأى عليه الصلاة والسلام أن قيمة المواشي تعادل قيمة المزرعة، فأعطى المواشي لأصحاب الزرع عوضا عن زرعهم، فسمعه سليمان عليه السلام
أبدى حكما آخر، وهو أن على أصحاب المواشي أن يعملوا على المزرعة حتى تتكامل، ولصاحب المزرعة أن يأخذ الأغنام فيحلبها وينتفع بها مدة أن أولئك يعملون على المزرعة حتى تتكامل، ثم هذا يأخذ مزرعته كما كانت وهؤلاء يأخذون أغنامهم. قال تعالى: ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. فالحاصل أنه دلت الآية كما دلت الأحاديث على أن على أهل المواشي حفظها بالليل، وأنها لو أتلفت شيئا بالليل فإن على أصحابها ما أتلفت. نعم. أحسن الله إليكم. قال: إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. هذا في النهار، إذا أرسلت في النهار هي بجانب مزرعة أو بجانب حرث، ومعلوم أنها إذا أطلقت ستذهب إلى هذه المزرعة أو هذا الحرث، فإن صاحبها لا يطلقها ولو كان بالنهار، لأن هذا معلوم أنه سيترتب عليه إتلاف المزرعة. فإذا أرسلها وهي بقرب المزرعة وذهبت وأتلفت شيئا من الزرع فإنه يضمن. نعم. وإن كانت بيد راكب، أما إذا أطلقها في النهار وهي بعيدة عن المزارع فإنه لا يضمن ما أتلفت في النهار، لأن على صاحب المزارع حفظها بالنهار. نعم. وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. إذا كانت البهيمة بيد راكب عليها فإنه يضمن ما أتلفت بمقدمها، كما لو نهشت شخصا أو وطئت شخصا فإنه يضمن، لأنه يسيطر على مقدمها. وكذلك القائد الذي يقود الدابة يضمن ما أتلفت بمقدمها من يدها أو رأسها، لأنه يتصرف بالمقدمة وبإمكانه أن يجنبها هذا الذي أتلفته، ولكنه لم يعمل فأتلفت، فإنه يضمن لأن هذا نتيجة إهماله للدابة. أما مؤخرها فإنه لا يضمن ما أتلفت به، كما لو رفست شخصا برجلها فإنه لا يضمن. وكذلك السائق الذي يسوق الدابة إنما يضمن ما أتلفت بمقدمها، لأنه بإمكانه أن يجنبها ذلك الشيء ولكن لم يجنبها، ولا يضمن ما أتلفت بمؤخرها بأن رفست بإحدى رجليها شيئا فأتلفته، إنه لا يضمن ذلك لأنه ليس تحت سيطرته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: رجل العجمة جبار، يعني هدر، فدل على أن مقدمها ليس جبارا وإنما يكون من ضمان من له يد عليها ويصرفها. وأما السيارة اليوم فإن السائق يضمن ما أتلفت بمقدمها وبمؤخرها، لأنه يسيطر عليها، يسيطر على حركاتها من الأمام ومن الخلف، وليست مثل الدابة. نعم. في بعض الأنظمة في المرور أن ما كان من منتصف المركبة السيارة إلى مؤخرتها لا يضمنه السائق، يكون على من وقع عليها، يعني لو اصطدم صاحب سيارتين بسيارتيهما فالمسؤولية بالنصف، النصف الأمامي يجب على السائق والنصف الخلفي ليس مسؤولا عنه السائق. هذا فيه استنباط من الحديث قول عليه الصلاة والسلام: ما أتلفت العجمة برجلها. هذا يرجع إلى نوعية الحادث. إذا كان الحادث من الشخص الذي جاء من خلف هو الذي لحق السيارة وصدمها، فإن هذا هو الذي فرط وهو الذي سبب الحادث. أما إذا كان الحادث بسبب المتقدم بأن وقف السيارة فجأة أو أوقفها في مكان لا يسمح بالوقوف فيه فاصطدم بها القادم، فإنه يضمن، كما سبق أنه إذا وضع حجرا أو دابة في الطريق فإنه يضمن. هذا يرجع إلى المسؤولية في الحادث ونسبة الخطأ في الحادث.
يعني لا يجعل بالنصف مثل الدابة. لا ما يجعل، لأن قائد السيارة يتصرف فيها كلها، يحركها كلها، ولا تتحرك إلا بتحريكه، في خلاف الدابة فإن سائقها أو راكبها أو قائدها لا يملك إلا تدبير مقدمتها، وأما مؤخرها فلا يضمن تحريك، لأنه ليس في يده تحريكها. نعم. الحديث رجل العجماء. نعم، رجل العجماء جبار، وفي روايتنا العجماء وهي البهيمة، يعني جبار يعني هدر، لأنها ليس لها اختيار هي، وليس لها قصد، وصاحبها لا ليس له، ليست يده عليها، ولم تتحرك بتدبيره أو. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل. نعم، وباقي جنايتها يعني ما أتلفت في رجلها بأن رفسته فإنه هدر، لأن صاحب الدابة لا يملك رجلها وحركة رجلها، لكن يقولون ما وطئت برجلها فإنه يضمنه، لأنه هو الذي يقودها أو يسوقها أو يركبها، فيضمن ما، لأنه بإمكانه أن يجنبها هذا المكان، فما وطئت بيديها أو رجليها فإنه يضمنه، أما ما رفست برجلها فإنه لا يضمنه، لأن ذلك ليس تحت سيطرته. نعم. كقتل الصائل عليه وكسر مزمار. نعم، يعني باقي جناية الدابة هدر، أي لا ضمان فيه، وهو ما أتلفت بمؤخرها. وكذلك قتل الصائل هدر، والصائل هو الذي يصول على الإنسان، يريد نفسه أو يريد ماله أو يريد حريمه ظلما، فهذا هو الصائل، وللمصول عليه أن يدفعه بأسهل ما يمكن، فإن لم يمكن ذلك إلا بقتله فإنه هدر، لأنه لدفع الأذى عنه. وهذا يشمل كل صائل من الآدميين ومن البهائم ومن الدواب والحشرات، كل ما صال عليه ولم يندفع إلا بقتله فإنه يكون هدرا عليه ولا يضمن، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. وقال، سئل صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن جاء يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه إياه. قال: فإن قاتلني؟ قال: فقاتله. فدل على أنه له دفع الصائل، ولكن يكون هذا بأسهل ما يمكن. وكذلك لو أن إنسانا اطلع على بيت قوم، اطلع عليهم، فإن لهم أن يفقوا عينه، ويكون ذلك هدرا، لأنه صائل ومعتدي، العين فيها نصف الدية. نعم. لكن لو اطلع على عورة قوم وتطلع عليهم من خلال باب أو من على سطح، فإن لهم أن يضربوا عينه، ولو انفقأت فلا ضمان فيها، لأنه معتدي. نعم. قال: وكسر مزمار وصليب. كذلك لا ضمان في كسر المزمار، يعني وآلات اللهو كلها، كل آلات اللهو، المزامير، آلات المزامير والمعازف كالطبول وجميع والموسيقى وكل آلات الملاهي، فإنها منكرات، فإذا أتلفت فلا ضمان فيها، لأنها أموال غير محترمة، بل إنه يجب إتلافها، لأن ذلك من إنكار المنكر. نعم. وصليب. إتلاف الصليب، والصليب ما يعبده النصارى، يجعلونه على صورة المسيح بزعمهم، وهو مصلوب، فيعبدون هذا الصليب، وهذا من غباوتهم،
كما يقول ابن القيم، لأن الواجب عليهم أن يكسروا هذا الصليب لأنه عار عليهم، لأنهم يزعمون أن اليهود قتلوا نبيهم عيسى عليه السلام وصلبوه ولم يدافعوا عن نبيهم، فهذا عار عليهم، فالواجب عليهم أن يتلفوه، لكنهم بدل ذلك عظموه وعلقوه على صدورهم وعلى كنائسهم وصاروا يعبدونه من دون الله. هذا الصليب وثن يجب كسره لمن تمكن منه ولم يلزم من كسره مضرة أعظم، فإنه يجب كسره، وإذا كسر فلا ضمان على كاسره لأنه إزالة منكر. نعم، لا تزال النصارى تدس الصليب دائما في كل صغير وكبير، وبعض الناس إذا رأى قال هذا صليب يجب كسره، يعني ما حد التشدد والمعرفة في هذا؟ هل كل ما رأينا صليبا في نقشة أو سيارة أو جهاز يجب علينا أن نزيله مع الإمكان؟ كل ما رأينا صليب يجب علينا أن نزيله ونطمسه مع الإمكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، فإذا قدرنا على إزالته أو طمسه فإنه يجب علينا ذلك. يعني وليس لنا أن نقول لمن أشار بطمس نقول هذا تشدد، هذا ليس صليبا، ليس مقصودا، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. أما تركه فهذا رضا بالمنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فإذا كان الصليب في شيء من ممتلكاته هو، نعم، فإنه يزيله ولا أحد يعاتب عليه في ذلك. أما إن كان في ملك غيره، فإن كان ولي أمر وله سلطة فإنه يزيله ويكسره بسلطته، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يكن صاحب سلطة فإنه ينكر بلسانه، ينصح صاحب هذا الشيء الذي فيه الصليب وينصحه بإزالته وبكسره وبطمسه، وإن لم يقدر على نصيحته فلينكر بقلبه ويكره هذا الشيء ويكره استعماله بقلبه ولا يرضى به. نعم، أثابكم الله. قال وآنية ذهب وفضة وآنية خمر. نعم، ويجب إتلاف آنية الذهب، يجب إتلاف أواني الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أواني الذهب على الرجال والنساء، قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وقال عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فيجب كسر أواني الذهب وتحويلها عن كونها أواني. نعم، وكذلك آنية الفضة مثل آنية الذهب يجب كسرها وعدم إبقائها، ومن هنا نعلم أن هؤلاء الذين يقتنون أواني الذهب والفضة أو كيسان الذهب والفضة ويقولون هذا من التحف أو هذا من الآثار أو هذا من الجوائز التي يعطون عليها في المسابقات، أن هذا حرام، حتى ولو لم يكن ذهبا خالصا، ولو كان الإناء مطليا أو مخلوطا بالذهب والفضة فإنه لا يجوز اقتناؤه لأنه ذهب وفضة، وإذا حرم الذهب والفضة فإن تحريم الكل ينسحب إلى تحريم البعض أيضا، فلا يجوز اتخاذ ما فيه ذهب أو فضة من الأواني وإبقاؤه في البيوت للاستعمال أو للتحف أو غير ذلك، لأن هذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن في اقتنائها وسيلة إلى استعمالها ولو فيما بعد وإقرار لاتخاذها، فيجب إتلافها على كل حال وتحويلها من كونها أواني إلى كونها قطعا ذهبية أو فضية ينتفع بها أو تحول إلى نقود. نعم، أحيانا يهدى لبعضهم هدية تحفة مثل ما تفضلتم، كأس ولا ميدالية ولا ذهب، يحرم اتخاذها؟ يحرم اتخاذها ويجب عليه كسرها، ولا يجوز إبقاؤها على أنها آنية أو على أنها صحفة من الذهب، لا تأكلوا في صحافهما. وقلنا إنه سواء كان خالصا أو كان مخلوطا بالذهب أو الفضة، لأن الشيء إذا حرم كله حرم بعضه،
إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من الضبة اليسيرة من الفضة لحاجة فلا بأس. نعم. أحيانا يكون مثل ذلك بعض الأجهزة الكهربائية، بعض في داخل أجهزة ضبة يسيرة من الذهب، يقولون أنه لا بد منها. لا، ما هو لا بد منها، هذا إنما تجوز الذهب، إنما تجوز الآنية، إنما تجوز الضبة من الفضة لشروط، إذا كانت يسيرة وإذا كانت لحاجة، وأن تكون من الفضة لا من الذهب، وهذا في الأواني فقط، إنما وردت الرخصة به في الأواني. أما أن يجعل الضبة في غير الأواني، كأن تجعل في الأبواب أو تجعل في الكراسي أو تجعل في السكاكين أو الملاعق، أو يجعل الذهب والفضة حتى يقولون في كراسي قضاء الحاجة، في الأدوات اللي يسمونها الأدوات الصحية يجعلون فيها ذهب، هذا كله من أعمال المترفين المحرمة. واستعمال للذهب والفضة التي حرم الله استعمالها، لأن هذا من الكبر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وفيه من المفاسد الشيء الكثير. نعم. قال: وآنية خمر غير محترمة. كذلك ما أتلف من آنية الخمر، أي الوعاء الذي يكون فيه الخمر، فإنه يجب إتلاف الخمر بأوانيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر أمر الصحابة أن يخرجوا إلى الأسواق ومعهم المدى، فشقوا دنان الخمر وتركوا الخمر تسيح في الأسواق رضي الله عنه، فدل على عدم احترام أواني الخمر وأنها هدر ويجب إتلافها ولا ضمان فيها، إلا إذا كانت الخمر محترمة، بأن كانت الخمر لذمي، لأن أهل الذمة يقرون على ما كانوا عليه، ومن ذلك شرب الخمر، ولكن يختفون به عن أنظار المسلمين ولا يظهرونه في بلاد المسلمين، وإنما يستعملونه خفية في بيوتهم، فلو أتلف آنية خمر لذمي يقر عليها فإنه يضمن، لأنها في حق الذمي مال محترم بموجب العهد. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.